هنالك عدة وصايا ونصائح ينبغي على المؤمنين المنتظرين الالتفات إليها، ومن هذه النصائح ينبغي أن نزور نيابة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما نتشرف بالمراقد المشرفة وندعو له بكل إخلاص، فهذا دليل على حبنا له. إضافة لذلك فإننا عندما ندعو له ونذكره فالإمام كذلك سيذكرنا، وبلا شك أن ذكر الإمام لنا توجب نزول الرحمة والبركة. الإكثار من قراءة الأدعية والزيارات الخاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كدعاء العهد وزيارة آل ياسين، وذلك لما لها من دور في إنعاش الجانب المعنوي لقلوبنا، فهي بمثابة الماء للزرع والهواء للإنسان. من أهم صفات المنتظر الحقيقي هو التسليم المطلق للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في جميع شؤونه واتباعه في خطاه. من يريد أن يكون من أصحاب وأنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ينبغي عليه أن يكون متقيا وورعا، فالغارق في المعاصي والآثام لا يمكن له أن يكون من أصحابه. فالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف طاهر ويحب المتطهرين ويبغض المتسخين بالآثام والمعاصي. ينبغي علينا ألا نؤذي الإمام بأعمالنا القبيحة فنكون بذلك وبال عليه، وألا نكون سبة عليه بسلوكنا وأخلاقنا. ينبغي الإكثار من ذكر الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لأن ذلك يقوي من علاقتنا به ويوثقها أكثر فأكثر. ينبغي أن تكون لدينا خلوة نختلي بها مع إمام زماننا فنتكلم معه بكل أريحية وأنس، وأن نستشعر قربه منا وحبه الكثير لنا. فهذا الأمر إن فعلناه بصورة مستمرة سيؤثر على سلوكنا وسنكون أقرب إليه ومن محبيه، ليس فقط باللسان بل حتى بالعمل، لأن المحب يعمل بكل شيء من شأنه أن يقربه من حبيبه. فحبنا للإمام إن اشتد سيدفعنا للعمل بما يحبه ويزيل عن أعيننا غشاوة الهوى والنفس، فنرى بقلوبنا حقيقة الأمر فسنشعر بلذة الإيمان والطاعة ونشم رائحة المعاصي النتنة.